تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي أنت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس أورانج فوتر كوتش نوميريك. في اي تك تونس تحتل المرتبة 99 عالميا في ترتيب الدول الاكثر استعمالا لتكنولوجيا الاتصال حسب الترتيب متاع الاتحاد العالمي للاتصالات. اسهم الايفون 6 في تونس تتراوح ما بين المليون و900 والزوز ملايين و700. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في رونديفو جديد مع اي تيك ونحكيو على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. موعدنا اليوم باش نبداو تيك نيوز ويمشي نلقاو اخبار جديدة تخص اللونسمون تاع الايفون في تونس، لكن زادا باش نلقاو تفاصيل على الرابور تاع الاتحاد العالمي للاتصالات. زعما تونس في انا مرتبة في الدول المستعملة لتكنولوجيا الاتصال، مرتبة تحشم نوعا ما. على كل خلينا نبداو تيك نيوز ونبداوها اليوم مع سيب اي تي 2014. تيك نيوز. البارح انطلق موعد جديد مع سيب اي تي 2014، موعد كالعادة في نفس المكان في معرض الشرقية ويمتد على 6 ايام حتى لنهار 30 نوفمبر. الدورة 28 من سيب ما تخرجش على القاعدة بما انها باش تكون الفرصة لعرض وبيع المنتوجات التكنولوجية. اكثر من 100 عارض حاضرين في السيب السنة، والهدف متاع السوجي فوار انها تفوت 80 الف زائر اللي كانوا حاضرين عام نيول في معرض الشرقية. الاتحاد العالمي للاتصالات انشر تقرير متاعه متاع 2014 اللي يخص أكثر الدول ربطاً على الانترنت واستعمالاً لتكنولوجيا الاتصال في حياتها اليومية وفي اقتصادها. الرابور متاع UIT اذكر اللي تونس وخرت بثلاثة مراتب مقارنة ب 2012. بلادنا اليوم في المرتبة 99 بعد ما كانت في المرتبة 96. عربياً تونس تجي في المرتبة العاشرة بعد البحرين، الإمارات، قطر، السعودية، عمان، لبنان، الأردن، مصر والمغرب. والمرتبة السابعة إفريقيا. على المستوى الإفريقي أكثر دولة كونكتية هي ليل موريس، وبعدها سيشيل، وبعدها تجي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر وبوتسوانا. أكثر الدول كونكتية في العالم هي الدنمارك اللي كانت تحتل المرتبة الثانية عام 2012، لكنها فكت البلاصة متاع كوريا الجنوبية اللي هي بيدها وخرت للمرتبة الثانية. الاتحاد العالمي للاتصالات يعطي نتيجة متاعه حسب الاندكس متاع التطور متاع تكنولوجية المعلومات والاتصال EDI واللي يتقاس حسب ثلاثة شروط: الأكسي لتكنولوجية الاتصال، استعمال تكنولوجية الاتصال، وقدرة التعامل مع التكنولوجية هذه. بعد ما حكينا الجمعة اللي فاتت على الدات نتاع اللونسمون تاع الايفون 6 والايفون 6 بلس، الجمعة هذه نرجع بأكثر التفاصيل فيما يخص اللونسمون تاع السمارت فون تاع ابل. الايفون 6 والايفون 6 بلس كما قلنا لكم باش يكونوا حاضرين في تونس ابتداء من 10 ديسمبر، والايفون باش يكون حاضر باللي فيرسيون تاعه 16 64 128 جيجا. الايفون 6 باش يتباع بالاسواق هذه 16 جيجا مليون و900، الايفون 6 64 جيجا بزوز ملايين و150، الايفون 6 128 جيجا بزوز ملايين و400. بالنسبة لأسوام الايفون 6 بلس في تونس، لو موديل 16 جيجا باش يتباع بزوز ملايين و150، لو موديل 64 جيجا باش يتباع بزوز ملايين و400، لو موديل 128 جيجا باش يتباع بزوز ملايين و700. بعد ما تم نشر الأرقام متاحة والتأكيد على أنها خسرت برشا في 2014، بدأت توضح الأمور بالنسبة لسامسونج وبدأ الكلام على أسباب التراجع هذا. أصابع الاتهام متوجهة نحو الجالكسي S5 اللي يعتبروه برشا وسائل الإعلام بالفياسكو عند سامسونج. حسب المعطيات اللي خرجت من الرقم واحد عالميا في الهواتف الذكية، فإنه تليفون متاحة اللي ظهر في مارس اللي فات لو جالكسي S5 تباعوا منه أقل ب 40% مما كان متوقع. التقديرات تقول اللي سامسونج باعت 12 مليون سمارت فون جالكسي S5، في حين أنه الجالكسي S4 وصل 16 مليون تليفون عام نيول في الوقت هذا. ايتيك بالنسبة لليوم، وفيت شكرا لكم على حسن المتابعة. نهار السبت في موعد جديد مع ايتيك بشاكيو على
سمارت فون هام جدا يمثل العوده نتاع بلاك بيري. باش نحكيو على لو بلاك بيري باسبورت والسؤال اللي يطرح نفسه زعما باش يتلونسا في تونس ولا لا. الجواب تلقاوه نهار السبت كالعاده في موعد جديد مع 9:15 على قناه الحوار التونسي مع اي تي، موعد مع دقيقه اورانج. تحيات محمد علي السويسي، في الامان. اليوم نقدموا لكم ميوزيك بلاي، سيرفيس اورانج اللي مكنك باش تشري رنة وتخليك تستقبل لزابيل متاع احبابك واصحابك بالموسيقى اللي تحبها. باش تقيد في ميوزيك بلاي عندك زوز امكانيات، تعمل نجمة 144 دياز على تليفونك، ولا تمشي على السيت ميوزيك بلاي www.musicplay.orange.tn. ومع ميوزيك بلاي كان كلمت صاحبك وعجبتك الرنة متاعو، تنجم تنزل على نجمة وتشريها، وهكاكا تولي انت زادة تستقبل بها مكالمات أصحابك. اشتراك في سيرفيس ميوزيك بلاي ب 500 مليم كل شهر. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. خليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول غيزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارتفون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G، ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو، ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج، فوتر كوتش نوميريك.